السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمتي آتي بجملة الله كمالي بربك يريني كتاب من حفال لأن كتاب جمعان سورة المعارش ومدهان كتاب جمعان من حفال المحنية يقول بابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بوجاب واكد زورا برتانة تن أعجب ينفس ترجال الكافرين ليس له دافئ بغي أوران كافر ينتل زورا كن رافت من الأعيان من الله ذي المآريب أعجب داري ألا يمملكي تنبت نائم تخرج الملائكة والروح إليه في يوم كان من ذر خمسين ألف سنة قال ملائكة جبريل نائم من آدم عبادة وأنت لم تاري ستارة لغني مفول لي بتاهم فاصبر صبرا جميلا أكبر صبر لهم كوم أمات لمن كسبارا ينبائهم إنهم يرونه بعيدا مريكا ممن لن أجب في سجاه مستحيل ونروه قريبا إذا كان كام ممن لن نزيكا فاستشر جالين يوم تكون السماء كالمهلي إنها بداري كتيك لانت من جاري وغايكا سيرا تنباغا وتكون الجبال كالهن ينقلن قلن بغايكا بولو ينبير سربانا ولا يسأل هميم هميما لن تدع لسعورا كمان كاربون من أناك كمان يبشرونهم يود المجرم لو يبتلي من جاب يومئذ ببنيه إذا كان مريك سال مليئات بعدها لئيز أوران أوران ينبر روزئين ذكرى نجي أجابات من بوس لدينا ذالي أجاب لغن أناك وشوهبته وأهيه لن استرين لن سودرانا وبسيلته التي تؤويه لن كالوارك يعمل دنيا دي دنيا ومن في الأرض جميعا ثم ينجي لن أوران أوران لبومي سجرون ياك مجيئا من أراب كان تبوسا إيتو دابت من إرمت كانيا كلا إنها لجو كما سكالي تيدا سنغو سيرا كايتو أبيان برق جولاك هزاعة للسواء يَنْ من إلوباس كان كليت كفالا تدعو من أدبار وتولى يَنْ من الأوران يَنْ من بلكان كان يَنْ برقالين داري أقاما وجمع فأوعى لن أوران أوران يَنْ من منقل كان أرتبن دا رال من إمبانيا إن الإنسان أولك هلوءا تنغو منوسيا لتبتا كان برسبت سوكا من الو إذا مسه السر ججوءا أفبيل ديا لتنبا كيسو ساهن ديا بركلو كسا وإذا مسه الخير منوءا لن أفبيل من رابت كبايكا أرتا ديا جالكي كير إلا المصلين كتوالي أوران أوران ينمرك تناكن صولات الذين هم على صلاتهم دائمون مريكا ينتتاب ستيا
إلكتنا كان سرايا والذين في أموالهم حق مكلوم dan orang-orang yang di dalam hartanya disiapkan bagian tertentu disairi wal mahrum bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta walladzina yusaddiquna biyaumiddin dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya inna azaba rabbihim ghairu makmun sungguhnya terhadap azab Tuhannya mereka tidak ada mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya. Halo. Jenguk adik siap melahirkan. Di rumah. Sedangkan anak Yosi lah 2 bulan. Jadi laki Yosi itu kan aku ramai di telepon sama ada situ. Nggak ada tuh, gini dan harus siap melahirkan dulu. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum. Iyo. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin inna ajaba rabbihim ghayru makmun sungguhnya terhadap ajab itu ajab Tuhan mereka tidak ada seorang pun yang merasa aman dari kedatangannya وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ dan orang-orang yang memelihara kemaluannya إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أكبرهم سياب من شاري ذي الوار إذ سبرت جينا ومسك لن لسبيا ملك إذ لا أوران أوران سنرم فوفاتا والذين هم لأمنات واجهم رؤون dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya walladzina hum bisalatihim qaimun dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya walladzina hum ala salatihim yuhafizun dan orang-orang yang memelihara salatnya أولئك في جنات مكرمون ملك إيتو لمليكا جزارا سرقا فما للذين كبروا كبلك موتهين وكمنا فوراً أوراً كافر إيتو لا تنبرك كسك هذا فانو أمات عن اليمين وعن الشمال إيجين dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok. Itu mau kulum diminum air jannah tanahim. Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan? Kala inna khalaqnakum mimma ya'lamun. Tidak mungkin sesungguhnya kami menciptakan
mereka dari apa yang mereka ketahui. Walau kusibrok bil masjid wal maghribin ala kudirun, maka ku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari bulan dan bintang, sungguh kami pasti mampu. Ala annu baddilu khairan minhum wa ma nahnu bimasbukin, untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka dan kami tidak dapat dikalahkan. Hajarhum yahudu wa yalhabu hatta yuraku yawmahumul laji yuhadun, maka biarkanlah mereka tenggelam di dalam bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Yawma yahrujuna minal ajadasi jiro'an ka'annam yanusubin yufidun, yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Khusyatan abasurhum tarakum jilla jalikal yaumul ladhi kanu yuhadun, pandangan mereka tertunduk ke bawah diri putih kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi, yaitu hafalan kita surat Al-Ma'arij. Mudah-mudahan kita dapat memahami artinya, dapat menghafalnya setiap hari. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.